السلام عليكم. السلام عليكم الاخ مختار، تبارك الله عليك. معك محمد ابو عبد الله من المغرب، رجل الوقايه المدنيه تخصص الميكانيك. تبارك الله عليك الاخ مختار، ونشكرك بزاف على دوك الفيديوهات وعلى دوك التوضيحات ديالك. الله يجازيك بخير، الله يكثر خيرك عليهم بزاف. كنستافدوا معك بزاف، خاصه انني واخا انا راه بحالي بحالك في الحرفه، ولكن انا ميكانيكي في الوقايه المدنيه، يعني دونك عندي التخصص والتكوين ديالي غير في في في, في العتاد ديال الوقايه المدنيه، يعني سيارات الاسعاف، شاحنات الاطفاء، وخاصه هذوك يعني من نوع ديال امريكا، ديال فورد والانترناسيونال شيفرولي، هاد لي مارك هادو. دونك حنا دوزنا عليهم واحد التكوين، ودوزنا واحد الفتره ديال كسميتو، يعني الحمد لله متمكن منهم. ولكن يا اخي بالنسبه للسيارات المدنيه العاديين بحال هذه السياره ديالي ولا بحال السياره ديال الناس، اما يعني صراحه كنلقى ضعف، كنلقى راسي بان ربما غير ما كنتشجعش، ما كان المهم عندي ضعف في الميكانيك ديال السيارات المدنيه. انا عندي سياره فورد فوكس فيها موتور انسيس اتش دي، موتور ديال بيجو بيان سور، حيت بحكم ان السياره مونطات في فرنسا، حيت هذه ديوانه مديونه في 2012، ولكن الموديل ديال السياره 2006. المشكل اللي عندي فيها خويا مختار هو انه عندي السياره كتكون عاديه نورمال، ها انت تشوف انا غادي في الطريق دابا عادي جدا، مزيان بواحد السرعه ديال راك تشوف 20، ولكن دابا غادي نزير عليها شي شويه، غادي تشوف شنو غادي دير له واحد المشكل، ما لقيتش الحل ديالو. السيارة شوفوا شنو شعلت هنا، شعلت تيموان ديال بواطا فيتاس، بحال كتقول لك بروبليم بواطا فيتاس، حتى ان السيارة ما بقاتش كتريبوندي. دابا السيارة كنزير عليها 5ام، انا ندير 4ام ضعيفة بزاف، ضعيفة ما عندهاش الجهد، ما عندهاش بويسونس، معناتها ضعيفة بزاف. كنكسري عليها افون، كنكسري افون والو ما كتمشيش السيارة. فوالا 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 فوالا، شفت المشكل خويا مختار؟ هو هذا المشكل اللي عندي انا، هذا المشكل هذا ما لقيتلوش الحل يا اخي. ودابا الا بغيت انا نتحرك بالسياره ضعيفه بزاف. دابا انا غادي ندير رون بوان، اسمح لي. دونك هاد لانومالي، هاد لانومالي اللي شاعله في الطابلو ديال بواطا فيتاس، كتقول لك بروبليم بواطا فيتاس. هاد لو تيموان فوالا، نضربو بيدي باش تشوف. فوالا هاد لو تيموان خصني الا بغيت نتمشى خويا مختار بالسياره دابا هكذا، فشلانه، كتكون عيانه، ما كتكسيريش مزيان، ما تريبونديش. فوالا انا ندير برومي، شوف برومي دوزيام، مزيره مخنوقه السياره، مخنوقه ما كتمشيش، ما تقدرش تمشي. دونك خصني باش نحيد هاد المشكل هذا شنو غادي ندير؟ غادي نوقف، خصني نوقف فوالا، نسكت الطوموبيل، نعاود نولي نديماري الطوموبيل، تك فوالا، هاهي ديمارات، لانومالي تحيدت، أو الخلل تحيد. دابا ولات كطير، دابا فوالا، دابا مزيانة، دابا مزيانة الطوموبيل، ها تشوف السرعة مزيان، كلشي مزيان، التسارع ديالها، لا ريبونس كتريبوندي في الساعة فوالا. ولكن الاخ المختار ها انت شوف، غادي نزير عليها شويه، هايا زيرت عليها كاتري، مرميت 5ام، هو شعل، هو عاوتاني شعل. دونك الاخ المختار، انا ما صراحه راني حاير بزاف، هاد المشكل هذا ما عرفتش شنو هو السبب ديالو، ما فيريفيت الزيت ديال بواطا فيتاس، فيريفيتها ولقيت بان الزيت الجوده ديالها باقي مزيانه، النيفو ديال درت لا ميزا نيفو مزيان، النيفو ديال زيت لابواط مزيان، الفيشه ديال الضو ديال البواطا فيتاس ديال داك السنسور ديالها، داك الحساس نيتوايتو بال سميتو داك النيتوايو، داك برودوي داك دبليو في 40 نيتوايتو،
ضربته بالريح رجعته. مهم ما عرفش المشكلة يا أخي، والله ما عرفت يا أخي، راني حاير معها صراحة. تلفت يا أخي والله العظيم، أنا تلفت المشكلة هذا أرقني ما ونسيت. ترى مشيت ديت عند دياغنوستيك كأخ مختار، هذا هو المشكلة اللي عندي أخويا، راك شفت. ونتمنى أخويا تعاوني في هذا المشكل هذا، راني حرت معاه دابا، خصني ضروري خصني تنسكتها. فوالا غادي نسكتها نولي نديماريها. فوالا ها هو غادي تحيد، هيا درت امر، ها هو تحيد دابا سكتها وليت ديماريتها، هيا درت امر. كاين هذا المشكل كنلقاه مين كنكون غادي في الطريق هكذا مسرحه، اولا الا كنت طالع في واحد العقبه، طريق واقفه شي شويه، ونقولوا شي عقبه قاصحه مثلا، يمشي عقبه تكون قاصحه نيت كما كيقولوا، عاوتاني كدير لي داك المشكل في الساعه، غير في دوزيام تروازيام صافي كدير داك المشكل. صراحه نتمنى خويا مختار يكون هذا الفيديو هذا واضح. المحرك راه محرك فيها محرك 1.6 HD، وهذا الشيء اللي كاين يا اخي. شكرا.